عقل اعتبريها زي والدتك مثلا. برضو على عيني وعلى راسي، مش موضوعي لا موضوع السن انت ولا اللي موضوع زي والدتنا على فكره. انا والله العظيم يعني لا. انت تبقى زي والدتنا. انت كفنانه كبيره طبعا. طبعا، وانت كمان ده شرف لي. انت فنانه كبيره، انت كمان مذيع كبير قوي. ايوه فنانه كبيره وعلى عيننا وراسنا طبعا في السن. طبعا طبعا ده انت لازم نحترمك، مفروض انت غصب عنك تحترمي. طبعا انت فنانه كبيره. لا لا لا، انت غصب عنك تحترمي. انت هرم من اهرامات الفن المصري طبعا. هو انت يعني مش عارف انت مستضيف ايه او مين او انت اي حاجه؟ انت مين يا ابني؟ وبالمناسبه انا لو خلال دقيقه ما بداتش تصور انا هسيبك وامشي. لا انت على راسنا وعيني. يا عم مش عايزه راسك، اجي قطع راسك اصلا. انت ليه ايه يا هند؟ هند مين يا ابني؟ عبير صبري. انت منزعجه ليه؟ فين يا جماعه المخرج بتاع الاستوديو ده يا جماعه ولا البرنامج ده؟ هو يعني عشان هو المنتج ده ولا ايه؟ انا مش فاهمه. لا حضرتك لو سمحت يعني تلتزم كده بالهدوء شويه وباللياقه وتتعامل شويه بذوق بقى من فضلك. سامحيني انا اخضر شويه، بيقول يعني اخضر يعني اللي على قلبي على لساني. يا حبيبي في بيتكم بقى مش هنا يعني. هو زي ما انت صفرا انا اخضر. طب انا كمان جاي من بيروت وبدبلش الحلقه بشرفك. وانت غيرانه منها بس، انا عاوز مصلحتك بس. لا خليك في خيبه مصلحتك انت، خليك في خيبتك. تعرف خيبتك؟ لا والله ما اعرف. لا خليك في خيبتك بقى. احنا اسفين يا استاذ عبير. طب معلش حضرتك اتفضل انزل لي الاستوديو. ايه ده؟ انت عاوزه تبوظي لي الحلقه ولا ايه؟ ده انا دافع فلوس هنا، انت مش عاوزه تتدلع. لا 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 لا، فلوس دي على نفسك يا شاطر. الفلوس اللي انت دافعها دي عشان تلمع خيبتك. عارف خيبتك؟ خيبتي ايه؟ خيبتك، انت بتلمع خيبتك. ما تخلقش انا اللي يقول لي خيبتك. بس لحسن احدق ايه؟ ده انا صاحب البرنامج. اقعد هنا لحسن احدفك بدي. بتقولوا لي خيبتك؟ اقعد هنا لحسن. انت عارفه مين؟ في عقر داري. لا طب يا جماعة انا ده مسخرة. ما تقوليش لي مسخرة. اخرس خالص. ما تقوليش لي مسخرة. حبيبتي ما تقولش انا بدي امشي. انا بدي امشي خلاص خلاص، بس اهدي شوي. امشي امشي. انا بقول الحاجات دي كلها بتاعي. امشي مش ماشي. امشي امشي من قدامي. انت عاوزه تبوظي لي الحلقه؟ عامله فيها عبير صبري؟ فاكره نفسك نيلي؟ مش خش 60 ده هتشيلك. فاكره نفسك ايه؟ الهام شاهين؟ بتقول ايه يا دي اهبل انت يا ياض؟ ما تقوليش لي اهبل. بتقول ايه؟ ما تقوليش لي اهبل. طب تعالى بس انت بتقول ايه يا ياض؟ ها؟ ريحتك عاطيه. انت بتقول ايه؟ انت تضربيني امام جمهوري؟ هضربك وافتح دماغك. انت بتتحرشي بيا؟ بتتحرشي بيا بالتكالي؟ بتحرش بمين يا اهبل؟ انت واد اهبل. انا هفضحك. انت واد اهبل. انا هفضحك امام العالم كلها. واذا كان في حد هنا بيشغل الاهبل هي دي عبير صبري بتاع المبادئ. اهي عبير صبري بتاع المبادئ اللي بتقول لنا انها صاحبة مبادئ. شك فضايحك تضربيني. فضايحك تضربيني.